مطبخ رؤيا عبر رؤيا مكمل معكم للساعة 4 بطبخاتنا، وأيضا مستقبل اتصالاتكم للساعة 4 لتربحوا معنا جائزتين من إتلونا بقيمة 50 دينار. السؤال اللي سألنا هو المنتج اللي عم نستخدمه من منتجات نبيل، وتقريبا الجواب حكيناه وطبخناه وكمان شوي رح نشوفه على الشاشة شو استخدمنا من منتجات نبيل لتربحوا معنا جائزتين مقدمة من فلونا ومعنا ريشة. إذن أعزائي، إحنا قبل الفاصل كنا سوينا دريسنج لسلطة الأرض الشوكي مكون من الماسترد، زيت زيتون وعصير الليمون، خلطناه مع بعض، أضفنا له قليل من الملح والفلفل. الآن بدي أضيف مجموعة من الخس الآيسبيرغ، وكمان عندي الأرض الشوكي هيها موجودة هون، فراح أضيف خلطة. طبعا أنا مستعمل قلب أو هارت، ممكن استعمل الكب أو الفنجان، كمان يتبع أنواع الأرض الشوكي. والآن نعمل عملية خلط مع هدريسنج الطيبة. احنا ساعة بنسوي ان شاء الله سلطة الأرض الشوكي، خلطناها من نولا دريسنج طيب، خلطناها مع الخس الآيسبيرغ، ممكن نستعمل خس الرومين، منظر جميل أنيق ولذيذ. هون بدنا نزين، ومعنا اتصال ناخذ. ألو، معنا سجا. مرحبا. هلا، تحياتي. كيفك؟ أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. بدي أشارك معكم. يلا سامعيني، تفضلي. بس بدي أطلب منك تعمل لي بس مقادير الشيز كيك. الشيز كيك؟ أيوة. أنا بحكي لك اشتريه من نبيل جاهز. ولا تقلبي حالك ولا إشي. شغل مع المين؟ بحب صنع إيدي. طيب أعطيك الوصفة بعد شوي إن شاء الله عن الشيز كيك. بدي أجاوب على السؤال. تفضلي. إيش يطوق إن شاء الله. أوكي، دخل اسمك على السحب. معنا. شكرا جزيلا. إذن أعزائي، السلطة صارت جاهزة. سجا صح؟ سجا نعم. سلطة الأرض الشوكي مع الخس طيب كثير، صارت جاهزة. السوب على النار، الشوربة على النار، وكمان في عنا خضار الرتاتولي، صارت جاهزة. عم بستنى السمك حتى أسوي عملية سكب للسمك السالمون مع خضار الرتاتولي على الطريقة الإيطالية الطيب كثير. خلينا نقدم طبعا سلطة الأرض الشوكي على طاولة التقديم، ونشوف نروح على الفرن نشوف إيش صار جواته. ها، تقريبا السمك صار جاهز، فبدنا نحضر حتى نسوي عملية سكب إلو إن شاء الله. نجيب اللوح أو القطعة اللي بجهز للفرن حتى ما تحرق لنا لوح التقطيع. مجهز حالك لكل شيء شيف. معنا أسماء. أسماء مساء الخير. مساء النور، أهلين. كيف حالك؟ الله يسلمك. مبسوطة؟ كيفكم أنتو؟ إحنا مناح، مبسوطين عم نسمع صوتكم. الله يعطيك العافية على الأكلات الرائعة هاي. أهلا وسهلا. كيفك أسماء؟ يلا أسماء، شو الجواب؟ أسماء عم تسمعيني؟ في خيارات عندكم؟ شيش لحمة ولا شيش طوق؟ في خيارات. هاي حكيت لك الخيارات. إيش عم نستخدم من منتجات نبيل؟ شيش طوق أو شيش لحمة؟ شيش لحمة أو إيش؟ شيش طوق. شيش لحمة. شكله أنت مش معانا من أول حلقة يا أري. شكلك مش معانا. طب إيش مكتوب وراي على اللوح؟ ما اتبهتش والله أنا. هلأ هيو اللي عم بأشر عليه هلأ. إيش؟ إيش مكتوب بأسماء؟ طاووق. برافو، دخلتي معنا السحب، إن شاء الله تربحي أسماء. شكراً لاتصالك. إذا نحن عم نسكب الرتاتولي بصحن التقديم. حكيت لك شايف إنك اليوم صعبتها بالسؤال. بالعكس، كثير بسيط السؤال، بس في طبعاً بعض السادة المشاهدين عم يتابعونا متأخرين شوية. طيب معنا أمال. مساء الخير أمال. مساء النور. كيف حالك؟ رمضان كريم. الله أكرم، كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. يلا أمال. الحمد لله. شو الجواب أمال؟ شيش طوق. شيش طوق، إن شاء الله تربحي معنا. طلعنا سمك السالمون الآن من الفرن، والآن بدنا نعمل له عملية سكب مباشرة على خضار الرتاتولي اللي عملناها الطيبة هاي بهالشكل. طبق ولا أطيب سمك، والريحة كتير زاكي. الحيطة طبعا لما سمك السالمون طيب كثير هو أصلا أوريدي. خلينا ننظف حوالينا مشان منظر كتير حلو. سوها مساء الخير. ألو مرحبا. مرحبتين، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يلا سوها، كتير زاكية، لازم تدوقيها وتجربيها. الجواب شيش طوق. إن شاء الله تربحي معنا سوها. شكراً لاتصالك. إذن سمك السالمون جاهز. الآن بدنا نضيفنا شوي هيك باقي صغيرة من هون، وما ننسى طبعاً الليمون. الليمون مهم جداً على هالطبق.
يعني طبق سهل كثير بسيط، جربوه في رمضان. سمك السالمون شوي غالي مش كثير، لكنه مفيد جدا، بيحتوي على فات شوي طبعا، ولكنه هو من الأسماك الطرية واللي ممكن أنه يأخذ أي نوع من الصوص، وخاصة الصوص اللي عملناه اليوم من الماسترد. وطبعا ممكن نسويه مع العسل أيضا. ممكن نسويه مع الصويا صوص، ممكن نعمله مع أشياء كثيرة. لكن أنا اليوم حبيت أعملكم طبق إيطالي مع خضار الراتاتولي، هو سمك المشوي بالفرن، طيب كثير، جربوه. هاي طبقنا الثاني جاهز، نرفعه كمان طاولة التقديم. وما بده وقت يعني، لا كله بسيط يعني، دقائق كل موضوع كثير. اليوم أطباقنا كثير بسيطة، لأنه صراحة منتجات نبيل كثير كويسة، جربوها، وخاصة شيش طاووق. معنا عمر، مساء الخير عمر. عمر عم تسمعني؟ ألو، كيف حالك؟ مساء النور، مساء الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. يلا عمر، أول شيء بسلم عليك، بسلم على الشيف. حبيبي عمر، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف حالك؟ حلوة هاي والطيبة، فتحت نفس الواحد صايم. الله يخليك، الله يخليك يا رب. شيش طاووق وأشياء زاكي هيك. شكرا. أنت عندك حلويات بدك تبلش فيها إن شاء الله؟ يعني نبلش بالحلويات أوريدي، بس عم بسوي حلويات كثير خفيفة. خفيفة هيك للصايم، لأنه برنامجنا على الهواء طبعا، إحنا أكيد بنسوي برامج كثير بالحلويات خفيفة، لكن إن شاء الله حنسوي، رح أبدأ من اعتبار من بكرة أو بعد بكرة نعمل حلويات طبعا عربية زي الحلبة والهريسة، حنسوي المعمول كمان قريبا جدا إن شاء الله. نعم طبعا أكيد، مشان العيد قريبا إن شاء الله. الله يعطيك العافية. إيه جوابك تفضل. شيش طاووق. أوكي عمر، إن شاء الله تربح معنا. شكرا لاتصالك. الكل حابب يتحلى قبل ما يفطر. بالضبط، هو دائما برامج الهواء بتكون يعني فيش معنا وقت كثير نعمل حلويات. الحلو بده وقت، ومش حلو يعني نعطيكم فكرة عن الحلو بس ما نسوي كله كيف يعني، بده عملية خبيز وعملية تزيين. فأنا إن شاء الله عم بسوي حلويات كثير خفيفة تتناسب مع الشهر الفضيل، ولكن طبعا إن شاء الله بس في المستقبل ممكن نعمل برامج حلو متخصصة كاملة من A to Z. السوب على النار، هيها عم تنطبخ، بعد شوي راح يكون في عنا طبعا بدي أضيف عليها قليل من مرق الدجاج، كمان شيء بسيط، ما ننسى البطاطا، هنعمل لها عملية طحن إن شاء الله. معنا أسيل كمان، مساء الخير أسيل. مساء النور، كيفك خالتة؟ تمام، كيفك أنت؟ الحمد لله بخير، كيف السير؟ أهلين أسيل، كيف حالك؟ الحمد لله. معلش بدي جاوب على السؤال. أكيد. نعم. يلا. شيش طاووق. أوكي، إن شاء الله تربحي معنا يا أسيل. إن شاء الله. شكرا على اتصالك. إذن الشوربة على النار، اليوم سوينا شيش طاووق من نبيل، طبعا عملنا له عملية شك بأسياخ من الخشب، وعملنا له زينة كويسة، استعملنا فليفلة وبصل وبندورة كرزية، عملنا له عملية شوي في مقلاة فلونة الغير لاصقة الممتازة، وبعدين قدمناه مع التبولة. التبولة كيف سويناها؟ فرمنا بقدونس، بندورة، برغل وبصل ناعم، خلطناهم مع ليمون وزيت والقليل من الملح، وقدمناهم في خس الآيسبرغ. وكان في عنا كمان اليوم سمك السالمون مع خضار الراتاتولي على الطريقة الإيطالية، وكمان قدمنا لكم اليوم أعزائي سلطة الأرض شوكي مع خس الآيسبرغ. وإحنا الآن في انتظار الشوربة حتى نطحنها ونجهزها ونسكبها إن شاء الله ونقدمها إن شاء الله. معنا سمر، مساء الخير سمر. مساء النور، مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ الحمد لله، شو أخباركم؟ الحمد لله. يسلموا على الأكلات الطيبة. أهلا وسهلا يا سمر. عم بتجربي اللي بنطبخه سمر؟ لا والله. لا ليه زعلتينا؟ ناوي اليوم ان شاء الله. يلا ان شاء الله. شو هتسوي اليوم يا سمر؟ والله شيش طاووق. برافو عليك، اصعب شيء. اهلا وسهلا سمر. سمر شو الجواب؟ شيش طاووق. اوكي، شكرا لاتصالك. كثير السؤال اليوم حلو وسهل وصعب. شو عم نحضر؟ عم نحضر أنا الشوربة عم تغلي، بدي أعمل عملية بريديوس أو ريدكشن حتى شوي تصير، أضفت لي أنا قليل من المرق حتى تصير غنية. وزي ما حكيت لكم أعزائي السوب طبعا، هذا اللي هاي السوب فرنسية فرنش كوزين، وبالتالي راح أستعمل يا أما البطاطا، واليوم أنا استعملت بطاطا أوريدي داخلها حتى أعمل لي عملية تكثيف، وممكن طبعا نستعمل النشا أو نستعمل الطحين، وذلك باستخدام الرو. طيب رح نسكبها معناته بعد الفاصل. لا بعد الفاصل. أوكي. أكيد. إذا رح نروح لفاصل، رح نكمل بآخر مجموعة من الاتصالات، رح نسكب الشوربة ورح نعلن عن اسم الرابح. فاصل وراجعين. شو عم نضيف شيف؟ بطحنا السوب وأضفنا عليها شوية فرش كريم، ممكن نغليها ممكن ما نغليها مباشرة، خلينا نعمل عملية سكب.
ويلا نسوي السحب، شو رايك نشوف مين فاز معنا؟ خلاص خلصنا اتصالات. ما بعرف لا خلصنا خلاص. طيب تسحب انت ولا انا؟ يلا بس خليني اسكب انا السوق. انت اسكب واسحب عشان ما يزعلوا منك. لا لا بالعكس يزعلوا منك. يلا اذا راح نربح شخصين من فلونا جائزتين بقيمه 50 دينار. راح اسحب اسم والشخص انا بسحب الثاني. انا بس خلينا اكمل السوق. اوكي انا اريج فازت معي، الف مبروك اريج من فلونا، جائزه مقدمه اكيد بقيمه 50 دينار. يلا شاف الاسم الثاني. اشوف انا اريج بدي اسحب اليوم. اذا معنا كمان مها. اريج معنا ومها. نعم اوكي الف مبروك لاريج ومها من فلونا، جائزتين مقدمين بقيمة 50 دينار كل جائزة. دائما عنا جوائز ودائما عنا طبخات جديدة. بشكل سريع نذكر شو حضرنا. يا ريت خلينا بالضبط نرجع نشوف شو حضرنا اليوم، وكمان يا ريت نشوفه مع بعض على الشاشة. اليوم طبعا سوينا شيش طاووق من نبيل، قدمناه مع التبولة. والجواب أكيد شيش طاووق اليوم، استخدمنا شيش طاووق. وكمان اليوم سوينا طبعا السموك سالم أو سالمون ستيك مع او سلمون فيليه مع خضار راتاتولي، وعملنا كمان السوب. طبعا عملنا اليوم الهيليون سوب او الاسبرغوس سوب، وسوينا طبعا سلطه الارض شوكه كمان. كثير اليوم كانت سهله وحلوه وغنيه. وفاز معنا اليوم مين فاز معنا كمان؟ فازت معنا اريج و مها. عم نشوف اكيد الطبخات. الف مبروك لاريج ومها. شف لما معنا اتصال كمان ما يبدو اتصال. لا ما معنا اتصال. خلصنا اتصالات. طيب يلا ناخذ محمد في الجوائز بس. اوكي راح محمد عشان فيش جوائز. زعلته كان لا لا كان خليته. شف بتجوع لما تطبخ ولا عادي؟ لا لا ما عندي مشكلة بالعكس، يمكن من الروائح بتشبع اكثر. انا ما بحبش اكل من الاكل اللي بطبخه انا. صح، بحب اكل واحد شخص ثاني يطبخ لي. صح وبلاحظ ستات البيوت اللي بيطبخوا بطلوا جوعانين حتى من الروائح بالطبخ، فبالتالي بطل فيه نفسي ياكل نفس الاكل اللي عم بطبخه. بس بشكل عام يعني اذا هلا ست البيت بدات بالطبخه اللي عملناها اليوم بتخلص قبل الفطور صح؟ طبعا اكيد الاغراض سهله وبسيطه طبعا، بس اهم شيء انه الدجاج او شيش طاووق نبيل يكون مذوب. ممكن نذوبه قبل 3-4 ساعات نطلعه لبرا في جو الغرفه، ولكن يستحسن طبعا نذوبه داخل الثلاجه قبل بيوم ويرتاح حتى يصير فيه طبعا ذوبان على هدوء. بس اهم شيء انه ما نعيد تفريزه مره ثانيه او تجميده حتى ما لا سمح الله يصير في مشكله. صح. لازم بس يتذوب ويستعمل مباشره. هذا فيما يتعلق في منتجات نبيل. صح، وبذكر دائما شوف احنا ببرنامج دنيا دنيا البرنامج الصباحي بنحط المقادير للطبخه اللي راح تحضرها لست البيت اللي حابه تتسوق الصبح، تحضر الاغراض اللي راح نحتاجها وعلى الساعه 3 تتعلم الطريقه معنا مباشره. بالضبط. على الهواء. اطباقنا كثير بسيطه اليوم وسهله، يعني اليوم كلفتنا حوالي 23 دينار أطباقنا، وأطباقنا تقريباً هذه يعني ممكن الطعمة تقريباً 4-5 أشخاص إلا في حال كانوا أكيل كثير عاد أي مشكلة ثانية بقدرش أساعدهم يعني في الموضوع، لكن 4 أشخاص يعني إن شاء الله لأي طبخات 23 دينار. 23 دينار لأي طبخة. احنا طبعاً في مطبخ رؤية مركزين على موضوع إنه ما يكونش الأكل كوستي ومكلف وعم نسهر على الناس. كل يوم بدك طبخ. بالضبط، عم نطبخ طبيخ يعني ممكن ست البيت إنها تستعمل هاي المواد من داخل ثلاجتها أو تروح على السوق أو على المحلات ما تتسوق كثير. صح. حتى حلوياتنا أنا وطبعاً أخصائية التغذية رزان وربا عم نعمل كمان حلويات خفيفة جداً وبسيطة إنه الناس برضو تستوعبها وتعملها في البيوت عندها. مزبوط. وما تكون مكلفة، وبرضو فيهاش كمان كالوريز عالي كثير. صح مزبوط، صرت تهتم هلا بهاي الأمور. لا أنا مهتم أوريدي، أنا مهتم أوريدي إنه أنا برضو مواطن كمان بالآخر. يعني زي ما أنا ببيتي بس إحنا اليوم صحيين يعني سالمون كثير صحي، سمك صحي، شيش طاووق كله فوش فات صدر، وطبعا السلطة كثير صحية والسوب أكيد. كمان صحية يعني كله بشكل عام. ممكن ما نضيف كريمة، الكريمه ممكن ما نضيفها على على السوب. السوب احنا اختياري اضافه. بالضبط بالضبط، اختياري الاوبشن هذا، بس هو لازم انا اسويها يعني اعملها على اصولها والقرار قراركم. بدي اشكرك شيف نضال، بكره راح نشوفك بمطبخ رؤيا بطبخات جديده. يعطيك الف عافيه، منورنا دائما. ومشوارنا بمطبخ رؤيا بيخلص، بكره طبخه جديده اكيد. استنونا على الساعه 3. شكر كثير كبير للي حكوا معنا واللي تابعونا. باي باي.